إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. عباد الله، إن هذه البيوت التي نسكنها ما هي إلا نعمة واحدة من نعم الله علينا التي لا تحصى ولا تعد. ولا شك أنه ما من شاب ولا فتاة إلا وهما يحلمان باليوم الذي يوفقهم الله عز وجل فيه لبناء بيت يسكن فيه كل واحد منهما إلى صاحبه وشريك حياته. إذ هذه البيوت هي اللبنات الأولى التي تقوم على أكتافها الأمم، فإن صلحت البيوت صلحت الأمة، وإن فسدت البيوت فقرأ على الأمة السلام. وبلادنا بفضل الله عز وجل هي بلاد الحرمين الشريفين، هي مهبط الوحي، وهي فخر الحضارات. لذا من الطبيعي أن يكون الاقتصاد فيها إسلامياً، أن يكون الاقتصاد فيها إسلامياً لا ربا فيه، ومن الطبيعي أن يكون إعلامها إسلامياً لا معصية لله عز وجل فيه، ومن الطبيعي أن تكون بيوتنا إسلامية. فالبيت الإسلامي لا يشترط فيه أبداً أن يكون مبنياً بالإسمنت المسلح، قد يكون شعبياً مبنياً من لبن، بل قد يكون بيتاً من شعر، إلا أن الذي يحدد إن كان بيتك إسلامياً أم لا هو أهل هذا البيت، هو مدى تمسكهم بالإسلام كمنهج حياة متكامل. فالبيت الإسلامي قائم على طاعة الله وعبادته، ذكر الله يملأ جنباته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
أنت تسمع في هذا البيت من يتلو القرآن، أو يستمع فيه إلى محاضرة إسلامية، ولا يعرف ولا يسمع فيه أدوات اللهو والغناء والموسيقى. إذا دخل أهله البيت سلموا على أنفسهم، كما قال عز من قائل: فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هو بيت يقيم أهله فيه الصلاة من نوافل وقيام الليل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وأهل هذا البيت يحبهم الله عز وجل، ومن علامات حبه لهم عطفهم وحنانهم والطيبة التي تكون بينهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل فيهم الرفق، أو أدخل عليهم الرفق. لذلك تجد أهل هذا البيت يتراحمون فيما بينهم، بل ويرحمون الخدم والعاملين فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم خولكم، ويقصد بذلك العبيد والإماء ومن جعلهم الله تحت يدك من الأرقاء. قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا عباد الله في حق العبد المملوك، فكيف بحق من هو حر أتى ليتكسب لقمة عيشه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فأعاد الرجل مقالته، فسكت عليه الصلاة والسلام. فأعادها الرجل للمرة الثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: اعف عنه في كل يوم 70 مرة. ومن شيم أهل هذا البيت أنهم يلهجون بذكر الله ودعائه في الليل والنهار، قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تجد في هذه البيوت من يلعن أو يشتم أو يستخدم الألفاظ القذرة السوقية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أهل هذا البيت يحسنون إلى جيرانهم لإيمانهم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولقوله: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الرجال في هذا البيت عباد الله هم رجال ذو غيرة، رجال ذو شهامة، يرفض أحدهم أن تنفق عليه امرأته شيئاً، إذ أن النفقة من واجباته. أما قال عز من قائل في وصفه لأولئك الرجال بأنهم قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل هو الذي ينفق على أهله من كسب حلال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وهو حكيم في إنفاقه، فما هو بالبخيل ولا بالمسرف. قال عز من قائل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أما أهل هذا البيت وما أدراك عن أهله، فيهم من الحياء والعفاف والحشمة
ما يمنعهم من الاختلاط بمن ليس بمحرم عليهم كأخي الزوج أو عمه أو أبناء العمومة أو أبناء الأخوال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الذي يقرب للزوج كأخيه أو عمه أو قرابته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. فلا يوجد لدى أهل هذا البيت من اختلاط ورفع الكلفة، فالحياء شعبة من شعب الإيمان، ولا يأتي إلا بخير كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: فمتى نزع الحياء من بيت نزع منه الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن هذا البيت المبارك أسس على التقوى، لذا فإن أهله حريصون كل الحرص على ما يرضي الله عز وجل من الأخلاق والآداب. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم حتى الصغار تلك الآداب في بيته، فإذا رأى من يأكل بشماله قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، على الرغم من أنه لم يتجاوز الرابعة أو الخامسة من عمره. وكذا عندما رأى الحسن رضي الله عنه وأرضاه يأكل تمرة من الصدقة وهو طفل، نزعها وأخذها من فمه وهو يقول له: كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ هذا البيت المسلم يتم تربية أطفاله على الولاء والبراء. فعندما يرى في وسائل الإعلام مجاهداً مدافعاً عن الإسلام وأعراض المسلمين بحق واتباع للسنة، فإنه يقول له أهله: هذا مجاهد موحد بإذن الله عز وجل، عندما تكبر ستصير مثله. وأما عندما تظهر على شاشات التلفاز صورة جنود الكفار وجيوشهم، أو صورة الإرهابيين ومن يقتلون ويدمرون ويفجرون بوحشية وإرهاب وبربرية، فإنهم يقولون له: هؤلاء هم أعداء الله فاحذرهم. كذلك إذا رأوا من أبنائهم إعجاباً بفنان أو برياضي آثم عاصي أو بسياسي فاسد مرتش أو بثري فاسق بعيد عن الدين، بيّنوا له أن هذا إما أن يكون مسلم فاسق أو فاجر كافر. فلا تجد في هذا البيت الإسلامي من يعظم منافقاً أو فاجراً أو كافراً، إنما هم يحبون أهل الإسلام، يحبون من ينافح عن هذا الدين ومن يدعو إليه. هذا البيت المسلم لا يمكن أن تجد فيه أدوات الطرب ووسائل اللهو التي تطرد الملائكة وتجلب الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. عباد الله، هذه بعض صفات البيوت المسلمة التي كانت في القرون الثلاثة المفضلة. الإسلام
قد كمل بفضل الله عز وجل فلا يمكن الزيادة عليه، وسيظل هذا الدين صالحاً لكل مكان وزمان إلى يوم القيامة. فهل يا عبد الله، هل يا أيها المسلم تستطيع أن ترفع رأسك بعزة وفخر اليوم؟ هل تستطيع أن ترفع رأسك الآن وتقول إن بيتي بيت إسلامي؟ عباد الله، لقد بعدنا عن شرع ربنا عز وجل كثيرا، وزين الشيطان لنا أعمالنا فأصبحنا نعيش للدنيا ولها نموت. فكم من البيوت أهلها مسلمون في الظاهر وفي الهوية، ولكن العائلة أبعد ما تكون عن الإسلام، كما قال ربنا عز وجل: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهل من وقفة قبل فوات الأوان؟ هل من عودة صادقة إلى السنة والقرآن؟ أما آن الوقت عباد الله أن نستيقظ من غفلتنا وأن نراجع ديننا؟ اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا بيوتاً إسلامية مطمئنة، وأن تملأها بحبك وذكرك وشكرك، وأن تصلح لنا الأزواج والذرية. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.